من يقف وراء سقوط طائرة رئيس إيران؟ في عز الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اللي عايشها إقليم الشرق الأوسط من 8 شهور، وسط جو الحرب دي نتفاجئ بحادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. إيران طرف غير مباشر في الحرب بتسلحها للمقاومة الفلسطينية، وغير مباشر برضه من خلال أتباعها وهم حزب الله والحوثيين والمسلحين العراقيين. إيران كانت طرف مباشر لمدة ليلة واحدة بس لما هجمت إسرائيل بمسيرتها وصواريخها البالستية. إيران بفكرها وتسليحها وطموحها ليها أعداء كتير نسبياً، أولهم طبعاً إسرائيل. الحادث اللي سمته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بهبوط اضطراري للطائرة من بين 3 طيارات كونت موكب الرئيس الإيراني اللي كان في طريقه لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، ومعاه وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، بعد قمة بين إبراهيم رئيسي وبين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عند سد قيز قلعتسي على الحدود بين البلدين. إيران ربطت الحادث بسوء الأحوال الجوية والضباب، وده سبب معقول على فكرة، وبررت تأخر 65 فريق إنقاذ في الوصول لمكان الطائرة بسبب وعورة المكان اللي مليان بالجبال والبراكين والغابات وبتقل فيه الطرق البرية. في مثل بالفصحى بيقول الشيطان يكمن في التفاصيل، والتفاصيل اللي هي سقوط طائرة الرئيس تحديداً من بين 3 طيارات. التفاصيل دي بتاخدنا في الأول لإسرائيل من بين أعداء إيران. طيب ليه إسرائيل؟ الإجابة إن إيران تحت حكم إبراهيم رئيسي كانت أول دولة بيوصل سلاحها للعمق الإسرائيلي إلى تل أبيب نفسها، وده طبعاً بعد وصول سلاح المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وهو بالمناسبة سلاح إيراني برضو. هنا نفتكر برضو تهديد شهير لرئيسي بعد الضربة الإيرانية للكيان الصهيوني، هدد فيه بإزالة إسرائيل من على الخريطة إذا ضربت إيران. تل أبيب اللي بتحسس على البطحة اللي فوق راسها سارعت إلى نفي علاقتها بحادث طيارة الرئيس الإيراني، لكن إعلامها بلغة ساخرة وقبل الجميع أعلن مقتل رئيسي. الطرف الثاني في قائمة الاتهام هنا هو الجار اللدود أذربيجان. أذربيجان دولة شيعية زي إيران، وربع الشعب الإيراني من أصول أذربيجانية، منهم مشاهير زي آية الله خامنئي المرشد الأعلى الحالي في إيران، ومير حسين موسوي رئيس وزراء إيران لفترة طويلة قبل إلغاء المنصب، ورجل الدين الراحل محمد كاظم الشريعة مداري اللي أنقذ قائد ثورة إيران آية الله الخميني من الإعدام، وزوجة شاه إيران فرح ديبة، ولاعب كرة القدم الإيراني علي دائي. عداء إيران مع أذربيجان له 4 أسباب. الأول هو مخاوف إيران من أحلام أذربيجان في دولة كبرى. الحلم ده بيهدد بضم محافظة أذربيجان الشرقية اللي حالياً تبع إيران. أذربيجان برضه لها علاقة وثيقة مع إسرائيل، عدو إيران الأول، لأن إسرائيل هي المصدر الأساسي في تسليح أذربيجان خلال حربها مع أرمينيا على أرض إقليم ناغورنو كاراباخ. وكمان هنلاقي أذربيجان على علاقة قوية مع تركيا المنافس السني لإيران في الإقليم، لأن الأتراك والأذريين من نفس العرق. السبب الثالث إن استعادة أذربيجان لإقليم ناغورنو كاراباخ اتسبب في قطع طريق بري للتجارة الإيرانية اللي بتعاني أصلاً من المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليها من أمريكا والغرب. إيران دايماً بتكرر مخاوفها من استغلال إسرائيل لأراضي أذربيجان في ضرب إيران، رغم تأكيدات أذربيجان إنها مش هتسمح بده. وفي آخر كلامنا عن أذربيجان نقدر نقول إنها لا تملك القوة اللي تخليها تقدر تعمل حادث زي حادث طائرة رئيسي بالمهارة وبالهدوء ده.
نيجي بقى للولايات المتحدة، وطبعاً الولايات المتحدة تقدر تعمل كل حاجة، لأنها مش بس الأقوى بين أعداء إيران، لا، دي الأقوى في العالم كله. البيانات الرسمية الأمريكية كانت تقيلة جداً، يدوب قالت إن الرئيس جو بايدن قطع أجازته وعاد للبيت الأبيض لمتابعة تقارير الحادث. لكن في موقع مصري مش مشهور قال إن طائرة من طراز C-17 تابعة لأمريكا كانت في أذربيجان وقت سقوط طائرة الرئيس الإيراني ثم غادرت إلى إسرائيل. الموقع ده قال إن معلومته الغريبة دي واخدها من صفحة موقع الصين بالعربي على تويتر. عموماً العلاقة بين إيران والولايات المتحدة بقت عداء صريح من وقت انطلاق الثورة الإسلامية اللي جت بآية الله الخميني على رأس السلطة في طهران لما حاصر طلاب الجامعات الإيرانية السفارة الأمريكية وأسروا الموظفين اللي فيها، وردت واشنطن بفرض مقاطعة اقتصادية هي والغرب كله على إيران. المقاطعة دي قربت تكمل 50 سنة. واشنطن سندت في الفترة دي كل أعداء إيران، من حرب عراق صدام ضد إيران إلى حرب المسيرات بين إيران وإسرائيل. ورغم المناوشات الأخيرة بين أمريكا وإيران، لكن فترة إبراهيم رئيسي شهدت أكتر مباحثات مع الأمريكان والغرب، معظمها مفاوضات سرية زي اللي حصلت بعد حملة المسيرات الإيرانية على إسرائيل، أو مفاوضات في العلن زي مفاوضات الاتفاق على توجيه البرنامج النووي الإيراني. الاتهام ضد واشنطن في سقوط طائرة رئيسي مخلصش، لأن المقاطعة الاقتصادية اللي فرضتها على إيران كانت سبب في عدم تحديث أسطول إيران الجوي، لا بطيارات جديدة ولا بقطع غيار لمدة 50 سنة. الاتهامات مش بس الأعداء نظام الملالي برا إيران، جوه برضه في أطراف ما تقلش عداوة للنظام عن الخارج، على رأسه تحالف الإصلاحيين والأذريين الإيرانيين، لأن الأذريين هم اللي بيمدوا ائتلاف من 18 حزب وجماعة في جبهة الإصلاح بجمهور المظاهرات، وكان أقواها في احتجاجات 2019 و2022. جبهة الإصلاح أو حركة الثاني من خرداد، وهو تاريخ فوز رمز الجبهة محمد خاتمي برئاسة إيران سنة 1997. الجبهة ليها أسبابها اللي ممكن تخليهم يستهدفوا إبراهيم رئيسي شخصياً، وهو إنه أهم صقور جناح المحافظين المتحكمين في إيران، واللي في عهده زادت القيود على الإصلاحيين إلى حد استبعاد كل المرشحين الإصلاحيين من الانتخابات التشريعية اللي جرت في الربع الأول من السنة دي 2024. نظام طهران وجه لخاتمي اتهامات بالخيانة والعمالة للخارج لأنه حذر من انهيار النظام، ونلاقي ده في جورنال كيهان الناطقة باسم المرشد اللي كتبت: خاتمي متهم بخيانة الوطن وإثارة الفوضى، ولعب دور عنصر لأجهزة خارجية تريد إطاحة النظام. لكن الائتلاف منقسم ومش مسلح، ما يقدرش يضرب طيارة حربية رئاسية. وكان ممكن نوجه الاتهام في حادث الطيارة برضو لحركة مجاهدي خلق قبل ما تطردها العراق من أرضها إلى ألبانيا وباقي دول أوروبا وبدون تسليح. حركة مجاهدي خلق اتهمت رئيسي قبل كده بالضلوع في إعدام حوالي 5000 معارض سنة 1988 لما كان نائب المدعي العام للعاصمة طهران وعضو في حاجة اسمها لجنة الموت مع 3 قضاة تانيين. أما الاتهام الأخير والأقوى موجه للسلطة الإيرانية نفسها، لأن السلطة هناك أجنحة مش حاجة واحدة، والدليل هو الكلام اللي اتقال عن قتل الرئيس الإيراني الأشهر علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالسم، وده كلام قاله أبناء رفسنجاني نفسه. محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية أضاف في مداخلة مع قناة مصر الإخبارية إن علي خامنئي المرشد الإيراني الحالي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، لدرجة إن إحدى المحاولات دي اتسببت في شلل في دراعه اليمين. أبو النور فكر الناس برضه باغتيال الرئيس الإيراني الثاني بعد الثورة محمد علي رجائي.
لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.